النهارده يا جماعه هعمل لكم وصفات حلوه جدا، بس فيها هعتمد على الثقه اللي اتبنت ما بيننا، علشان اول وصفه مش عارفه اقدمها لكم ازاي. بس بصوا، مش احنا عملنا بيتزا البروكلي قبل كده وخطيره، عملنا بيتزا القرنبيط وتحفه صح، عملنا بيتزا البتنجان كانت حلوه قوي، ايه رايكم نعمل بيتزا كرومب؟ انا اختفى كده. سمعتوها؟ لا بجد، النهارده هعمل لكم بيتزا كرومب، ما تتخضوش، دي خطيره، دي تحفه. طب تخيلوا معايا كده الكرومب سايح ماشي، عليه شويه جبنه، عليه صوص البيتزا. طب بامانه تحفه تحفه، يعني حاجه كده لوجيك. احنا عملنا البروكلي اللي هو ملوش طعم خالص، وعملنا القرنبيط ملوش طعم خالص، مش حال بقى الكرومب الحلو ده؟ عارفين كرومب سلطه، هو ده اللي انا عايزاه، وهنقطعه وبعدين تعالوا اقول لكم بقى هنعمل فيه ايه. ماشي يلا بينا. هنجيب الكرومب نقطعه حلقات سميكه محمله، مش صغننه مش رفيعه، وبعدين شويه زيت زيتون، شويه ملح وفلفل اسود، شويه بقدونس، زعتر، بهارات ايطاليه. ما احنا لازم نتبل عندنا هنا مين؟ الكرومب عشان يدينا طعم حلو. وبعدين هعمله صلصه بيتزا. انتوا عارفين طبعا انا بعمل صلصه بيتزا ما بعتمدش على اي صلصات تانية، وبعملها سهله جدا وتنفع على اي نوع بيتزا على فكره. عباره عن ايه؟ معلقه كبيره صلصه، ومعلقتين كبار كاتشب، زعتر، توم بودره، بصل بودره، ملح وفلفل اسود، شويه زيت زيتون، وطبعا شويه جبنه موتزاريلا. سهله اهي، بسيطه اهي، ما فيهاش حاجه، المهم التنفيذ، وبعدين ندوم ونشوف الطعم. صدقوني البروكلي طلعت خطيره، القرنبيط طلعت حكايه، والبتنجان تحفه، البطاطس حلوه قوي قوي. بصوا من الاخر، اي حاجه انا اقدر احولها لطعم البيتزا وانس ان انا حطيت لها شويه صلصه بيتزا وشويه بهارات بس كده. شكرا. متفقين؟ متفقين. قولوا لي بقى ايه اغرب حاجه سمعتوها من وصفاتي، وعلشان الثقه اللي اتبنت ما بيننا قلتوا لا نجرب. لا يعني فيفا ما بتعملش حاجه وحشه، قولوا لي بقى. طب عايزه قبل كمان ما ادخل واتشغل في الاكل، انا عايزه اقول لماما ليلى الف سلامه عليك يا حبيبتي، وان شاء الله ان شاء الله هتبقي احسن وصحتك هتتحسن، هي وقعت وقعه جامده جدا، وارجوكم ادعوا لها لانها تعبانه قوي قوي وصحتها مش احسن حاجه، ورجليها تعباها جدا جدا جدا، وبجد محتاجه دعائنا كلنا، وربنا يخليكي مش لعزه والعمر بس، ربنا يخليكي لينا كلنا. كمان عايزه اسلم على ماما زوزو علشان برضو عينيها تعباها وعندها مشاكل كبيره جدا جدا في عينيها، وبجد احنا يعني هي دكاتره للاسف قالوا لها ان مفيش حل، يعني مفيش حل، بس انا دايما بقول لها ان شاء الله ان شاء الله بدعوات كل اللي حواليكي ربنا قادر يتدخل ويحسن لك الرؤيه وينور لك بصرتك. فممكن يا جماعه فادي بيكح الف سلامه عليه. ممكن يا جماعه بس ندعي لاي حد تعبان طبعا، والماما ليلى والماما زوزو، لانه بجد الناس دي يعني حقيقي احنا عايشين بدعائهم، فربنا يخليكم لينا ويديكم الصحه يا رب. تعالوا بقى نشوف البيتزا كرومب هنعملها ازاي. يلا بينا. اول حاجه هجيب اي صواني عندي، وبعدين اخد الكرومب اللي انا قطعته وهحطه هنا كده ماشي. هندعي له لايه بقى؟ بصوا بقى هبدا اعمل كده، واحط عندي هنا في الصواني. بصوا يا جماعه هي مقطعها عريضه مش رفيعه ماشي، سمكها ومشبعه جدا، لان الكرومب اساسا حاجه مشبعه قوي، حاجه مشبعه جدا اهو. يا ايه ايات، يا ايات الو، طمعتي في كل الايات اخدتيها، سكيني جدا 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 حبيبتي. عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله والله وحشاني حبيبتي. وانتي كمان عامله ايه؟ فينك؟ كويسه الحمد لله والله، بقالي كتير عاوزه اتصل بحضرتك بس كل شويه مشغول مشغول. يا حبيبتي معلش، ايه اخبارك وعامله ايه؟ طمنيني عليكي. كويسه الحمد لله يا حبيبتي، يا رب دايما يا رب دايما. قولي لي ايات، نعم هتجربي البيتزا دي؟
ان شاء الله. ماشي، انا حاسه ان شاء الله من ورا اتكتيلي على الشين يا ايت. اتكتيلي على الشين يا ايت. لا هتعجبك جدا صدقيني. والله العظيم مستنيه اشوف حضرتك بجد. حبيبتي حبيبتي يا ايت، ربنا يخليكي، نورتيني. شكرا كمان. شكرا حبيبتي، باي. بصوا انا حطيت ايه دلوقتي، بهارات ايه البيتزا. ماشي ليه؟ انا عايزه طعم يا جماعه. عندي هنا الحكاوي دي، وبعدين هرش ايه، رشه كده زعتر كمان اهو على ايه الوش، كل ده قبل ما احط صلصه البيتزا كمان. طيب هعمل ايه؟ انا هدخلهم الفرن ثواني مش كتير خالص. ليه؟ عشان عايزه احط عليهم الموتزاريلا. طب استني يا فيفا، انت ليه ما تحطيش صلصه البيتزا والموتزاريلا وتدخليها وخلصنا؟ لان يا جماعه الكرنب عندي هنا، لا هو لو انا دخلته مش هيلحق خالص يستوي، هيفضل لسه فيه قطمه جامده كبيره. فانا هعمل ايه؟ هرش رشه إيه زيتون كده بسيطه اهي، وثواني ثواني هيدخل، مش هسيبه يطرى خالص لان انا لسه هحط عليه ايه، هحط عليه صلصه البيتزا، فانا عايزاها ايه ماسكه نفسها اهي. تمام، انا كده عملت رشيت رشه البهارات البيتزا وشويه ايه الروزماري، اساس اي بيتزا. تعالوا ندخلها الفرن. يا ام طارق جميلة وحشتني. وانتي كمان يا حبيبتي، عامله ايه اخبارك؟ امبارح معرفتك صحتك عامله ايه؟ بجد خلطه الزيتون اللي انت عملتيها امبارح دي كانت تحفه. اه شفتي؟ بقالي فتره نفسي اعمله معرفتش اعمله. اه لا يا حبيبتي لازم تجربيها، حكايه حكايه، طعمها حلو جدا ومظبوطه. ربنا يسعدك يا فيفا. حبيبتي ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك ابدا. انت عامله ايه وصحتك عامله ايه كل حبايبك؟ بس عايزة اعمل اهداء اهداء لمين؟ لبنت سيلفي. اتفضلي. هتخش الاسبوع اللي جاي اسمها نعلة سلامة. هتدخل فين؟ هتتجوز هتتجوز. الف مبروك. افضل يوسف وزوجي وكارما. حبيبتي لا انا ما عنديش ولاد للجواز، انا هقعدهم جنبي. ربنا يفرحك بيهم. حبيبتي ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك ابدا يا ام طارق. اتفضلي يا حبيبتي. وفي اهداء ثاني معلش. الو الو. اي حبيبتي الو. ايوه حبيبتي انا سامعاكي، اتفضلي. اهداء تاني معلش بنت ابني عيد ميلادها يوم 15/9. حبيبتي كل سنه وهي طيبه. يا رب، عشان انا ما انساش، انا افتكرت دلوقتي اسمها منار رمضان. حبيبتي كل سنه وهي طيبه. الله يبارك فيكي ويديك الصحه وتفرحي بولادك يا رب. حبيبتي ربنا يخليك يا حبيبتي، ودايما فرحانه بكل حبايبك. خليك يفرحك بيهم كلهم يا رب يا فيفا، وانا بجد بحبك جدا وبتحسسك والله العظيم. انت عارفه يا حبيبتي انا بحبك جدا، ربنا يخليك ويديك الصحه. نورتيني يا ام طارق كالمعتاد. كنت بتقولي ايه يا رنين؟ مش سامعاكي. طيب بصوا انا عملت صلصه البيتزا اللي هي معتاده ايه يا جماعه، كاتشب على صلصه على توم بودره، بصل بودره، رشه ملح، رشه فلفل اسود، شويه زيت زيتون، شويه زعتر. احلى احلى صلصه بيتزا ممكن تعملوها. تعالوا اقول لكم تاني، احلى احلى صلصه بيتزا ممكن تعملوها لاي حاجه. هنجيب كاتشب على صلصه ونحط عليهم توم بودره، بصل بودره، شويه زعتر كاف، وكمان نحط ملح وفلفل اسود، واخر حاجه رشه زيت الزيتون. تقدري تعتمديها لاي حاجه، تغطي بيها اي حاجه، تديكي طعم البيتزا على طول، اسهل حاجه. طيب هعمل ايه؟ هروح جايبه خلاص كده اهو، ملحقش قوي، استنى اشوف. لا انا هسيبه شويه كمان، حابه نونو قوي، يعني عارفين اللي هو يبدا ايه يعني يطرى كده، القطمه تبدا تقل شويه، وهطلعه هفرد عليه صلصه البيتزا واحط عليه شويه الجبن موتزاريلا وبس كده. على فكره مش حاطه اي حاجه، تقدروا تحطوا زيتون، تقدروا تحطوا فلفل الوان، تقدر تحطوا طماطم، تقدر تحط لحمه مفرومه، تقدر تحطوا اي حاجه، بس الاساس انا عايزه اوصله لكم.
وهندوقه مع بعض وهقول لكم رايي بمنتهى الامانه. ماشي، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد الفاصل، استنونا. طلعت الكرنب من الفرن ودلوقتي بقى هبدا احط عليه صوص البيتزا كده عندي اهو، هنسقسق ايوه بصوص البيتزا بقى كده على ايه الكرنب بتاعنا. طبعا تري الكرنب على فكره، تري كتير 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 يعني اهو. كاتشب على صلصة واروح دهنا بقى كله. تمام، انا كده فاضل لي ايه يا جماعه؟ احط بس ايه الموتزاريلا بس كده. ريحه اساسا الكرنب دلوقتي وهو محطوط عليه شويه البهارات دول صدقوني حلوين، ريحته حلوه. او انا يمكن متحيزه للكرنب لاني بحبه والله بقى، صحي محشي في كل الاحوال، في السلطات بحبه جدا، مع ان ناس كتير تشتكي تقول بينفخ، لا انا بحبه جدا عادي جدا اهو. تمام، حطها معلش يا سيدي على البتاع تسخن، وبعدين هرش ايه بقى؟ رشه الموتزاريلا. يلا بينا يلا بينا على الوش كده تسيح، وهرش عليها رشه زعتر كمان في الشكل كده تبقى حلوه. تطلع بقى جاهزه للاكل، مشبعه بشكل غير عادي وطعمها حلو قوي. طبعا سعرات الحراريه تكاد تكون ايه، لا يوجد لا يوجد. ليه بقى؟ لان انا اولا حاطه اقل من كبشه ايدي، يعني اقل من كبشه ايدي موزاريلا. طبعا مفيش هنا يعني نشويات، ده انا حطها على خضار، دهون دهون صحيه وهي معلقه زيت بس كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هرش رشه زعتر تاني تمسك فيها بقى لما تسيح.